أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وتقول في سؤالها الثاني: تقمن مغسلات الموتى بذكر ما يحصل للميت للناس، وذلك في المجامع من مبشرات أثناء تغسيله أو خلاف ذلك من تغيير لون جسده أو تعفنه أو غير ذلك، الدلالة على سوء الخاتمة. والسؤال: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز أرجو أن توجهوا نصيحة للأخوات اللاتي يغسلن الموتى، حيث أنهن يكثرن من ذكر حالات الموتى أثناء تغسيلهن. المغسل مؤتمن أمين على الميت، فلا يجوز له أن يذكر شيئا عنه، لا يجوز له أن يذكر الأسرار التي رآها، بل يحتفظ بها ولا يبديها للناس، لأن هذا يحدث عند الناس إساءة ظن بالميت إذا ذكر لهم أنه ظهر عليه لون سيء أو ظهر عليه كذا أو ظهر. هذا مسلم يستر عليه ولا يكشف أمره للناس، ويترك للاستغفار والدعاء له، وهذه أمانة. وهذا كتب فيه في الصحف كما تعلمون في النهي عن هذا الشيء، وأن المغسل أو المغسلة مؤتمن، فيحفظ هذا السر ولا يفشيه للناس.